في غياب طبعا النجم تشافي الونسو يغيب عن البطولة للإصابة. وتسديده وهدف أول، وتسديده وهدف أول هنا للمنتخب الإسباني. يعني القوة أدي أمامنا هنا، يطلع كافاني مستنيها وأدي الكرة تغير اتجاهها، نيران الصديقة ترتطم في قدم لوجانو، هدف من جانب اللاعب تشافي، لكن هنا القدم اللي طبعا ارتطمت فيه الكرة قدم المدافع، القدم اليمنى للوجانو مع